كيف يصلي المريض علما بأن بعض الأمراض في المستشفى لا يصلون، ولكنهم يقولون أنهم أمراض، والصلاة قد سقطت علينا والصلاة قد سقطت، ولا علينا صلاة إلا إذا شفينا من المرض، فيمكن أن يقضوا، ونرجو تأليف رسالة كيف يصلي المريض. أما صلاة المريض فقد جاءت في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: دخل إلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وببواسير وأنا أسجد على وسادة، فأخذ الوسادة ورمى بها، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والصلاة لا تسقط عن المريض إلا بزوال عقله حتى ولو يومئ إيماء، في الحديث نفسه ولو يومئ إيماء. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: صلاة القاعد على النص من صلاة القائم، وصلاة النائم أي المضطجع على النص من صلاة الجالس، من صلاة الجالس أو القاعد. فهذا الحديث الذي سمعتموه الآخر يحمل على ماذا؟ على مريض لو أجهد نفسه لاستطاع، لكن لم يجهد نفسه فيكتب له النص. وإلا ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما أن يلقى الله المريض وهو قاطع صلاة فبئست الخاتمة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. المريض أولى الناس بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة والتوبة من ذنوبه، وينبغي أن يلقن المرضى، ينبغي أن يلقن المرضى. فقد دخلت ذات مرة في مستشفى الزاهر في مكة وكثير من المرضى لا يصلون، يظنون هذا الظن أنه إذا قال أصابه مرض سقطت عنه الصلاة. وبحمد الله عند أن بلغوا هذا يدعو بتراب من أجل أن يتيمم، وذاك يأخذ نفسه ويذهب يتوضأ ويصلي، وبعدها الحمد لله ماذا؟ فلو أنهم نصحوا وبين لهم أنهم إذا لقوا الله وهم قاطع صلاة ربما يكونون كفارا على أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ليس بين الكفر والشرك، ليس بين العبد والكفر والشرك إلا الصلاة. رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والله المستعان.